كان يقدر ربنا زمان لما آدم اضطرد برضو ببساطة يقول في ورقة واحدة بس انتوا بقيتوا كذا 1 2 3 4، لو واحد عايز يبقى صورتي دي محتاجة كذا وخلاص. ليه الكتاب الضخم ده اللي فيه كل القصص اللي في التاريخ وحرب وقتل وداود وعبودية حقيقية مش سنة سنتين لا بالربعميات؟ قلنا لأن كل قصة حصلت في الحقيقة تحت الزمن في التاريخ ربنا عايزها تبقى حقيقة في العالم الروحي. والدليل القاطع أن السيد المسيح في وسط كلامه بيجيب سيرة داود، بيجيب سيرة دانيال، بيجيب سيرة نوح، بيجيب سيرة اذكر امرأة لوط، بيجيب سيرة لوط الحادثة بتاع سدوم وعمورة، بيجيب سير حاجات معينة، زور رقصة الخرابة التي قال عنها دانيال، جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى إلا آية يونان نبي. ليه بيجيب السيرة دي؟ عايز يقول لنا كما كان يونان هكذا ابن الإنسان، وابن الإنسان اللي هو المسيح هو الطريق اللي أنا مفروض أعيشه. فبيأكد أن يونان أو امرأة لوط أي قصة كما كان هكذا أنا وإنتوا لازم تعيشوا، لازم تدخلوا بطن الحوت 3 أيام، لازم تعرفوا كده أن القصة أنا خلتها في الحقيقة في التاريخ علشان تتعاش في حقيقة في عالم روحي. والدليل كلام السيد المسيح، وصليبه كان ليه كذا سبب. أول حاجة وده أهم حاجة بيقول لي شايف أنا بحبك قد إيه، قبل حكاية غفران الخطية. المسيح كان ماشي في الشوارع مغفورة لك خطاياك، والخطية طعنة في مشاعر قلب الله، والله بيقول لنا أنا متغاضي عن أي شيء. ما كانش محتاج يقول لنا أن أنا متغاضي باللفة دي 30 سنة لأن هي مش قدرة. غفران الخطية مش محتاجة قدرة، غفران الخطية مش محتاجة أن الله يأكل كويس أوي بروتينات وفيتامينات قرص 30 سنة ويبتدي يرفع هي مش قدرة. غفران الخطية هو بيقول لنا أنا متغاضى عن أي حاجة، بس أولا افهموا الهدف وافهموا محبتي عشان تفهموا الهدف في نور محبتي. افهموا أن أنا خلقتكم علشان عايز أمتعكم بأكبر كم من المتعة. سيبكم من حكاية خطية، أنا هسامحكم وأنا أصلا لا أعود أذكرها، أنا مش فاكر حاجة ومش عايز أفتكر، بس افهموا أنا مصلوب ليه، مش عشان تصير لي قدرة أو عشان أنفذ العدالة قدام إله أعظم مني كنت لازم أعمل كده. ترتيب الأناجيل، اختلافات القيامة، الصعود مش جاي في كل الأناجيل، يعني يوحنا فوق الصعود، طب ليه يعني؟ وما فيهوش ميلاد، إنجيل يوحنا غريب، ليه يتحط إنجيل؟ ما يبقى كأنه رسالة من الرسل، مرقس ما فيهوش أحداث ميلاد، ومش كل الأناجيل فيها صعود، يعني إنجيلين بس فيهم صعود وإنجيلين تاني ما فيهمش صعود، إشمعنى سفر صمويل منقسم لقسمين؟ إشمعنى كرونسوس منقسم لقسمين؟ ليه ما خلاش متى الأول ومتى التاني؟ هل دي صدفة؟ هل ده تاريخ؟ هل ليك قصد يا رب؟ إشمعنى الخروج كان في تاني السفر في الكتاب المقدس ما كانش في أول سفر؟ كان عايز يدينا فكرة من البداية طبعا قبل ما نخرج برضه، يعني حتى الضربات هي تسنية، لكن في تعليم في الفلك، كان في تعليم في إبراهيم كحياة عملية، كان في تعليم في يوسف حياة المسيح، وتعليم في الجهاد في القمح والشروط قبل كمان مخرج، كمان مع الضربات اللي هي سريعة هي زي تسنية. ليه كل الترتيب بالشكل ده؟ المسيح راح تمم الختان ليه؟ مرة قلتها الناس بقوله أنا كل ما أقولها الواحد يعمل لي بيده أهو، قلت له مش فاهمها يعني، طيب أعمل إيه؟ ما تعملش. قلت له معقول الإله اللي خلق الكون يعمل شيء في الزمن تحت الزمن 30 سنة حاجة نش دبان كده يعني أهو مش معه؟ إن كان كل كلمة تخرج من فم الله تحيي الإنسان، فكم وكم هو ده بقى الحساب العسير إن فيش حد ليه عذر، فكم وكم كل فعل فعله الإله اللي في صورة إنسان؟ برضو كل كلمة مش هنش فيها دبانة أهو، لا ماشي قول في كل كلمة لكن الفعل. وكان كل سنة يذهبان إلى أورشليم، أعمل إيه؟ كما سلك يعني أسلك كما سلك المسيح في الجزئية دي إزاي؟ وسأل وكيل الظلم مهم جدا، وطبعا كان لازم يذكر في إنجيل لوقا ألف بعد الشر، ما حدش قال لنا ليه دي هنا ودي هنا، مش معنى السامرية في يوحنا، وحاجات ملايين من المواضيع طبعا مفروض تتعرف، يعني كان لازم يتعرف في لوقا، يتقال في لوقا، لأن صورة الإنسان من البداية لازم يفهم المفهوم ده كله، إن أنا مش من حق أعيش غير للإله اللي عطاني الوكالة دي اللي هي الوجود والحياة دي.